السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني خواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد من شروحاتنا. اليوم سوف نقدم لكم هذا الحساب، حساب جوجل أدسنس بعملة بعملة الجنيه الإسترليني أو الباوند. لاحظوا آخر دفعة هي 114 الباوند. هذا الحساب هو حساب بريطاني. طيب لاحظوا آخر 3 أشهر كم كانت الباش فيو؟ 441 ألف زيارة. 0.14 RPM، 0.14 الأمبليسيو 107 كيلو، النقرات 588 نقرة، CPC 0.1 لت 0.1 يعني جنيه استرليني أو باوند. طيب بالدولار يعني حوالي 0.4، CTR حوالي 0.13%، وهو CTR جيد خلال 3 أشهر الأخيرة. طيب نذهب كيف نتعرف على أنه أو جنسية هذا الأدسنس. هناك طريقتين، إما عن طريق البيمو هنا أو عن طريق من البالانس. من هنا نختار View Payment، نأتي إلى البيمو، تظهر لنا هذه النافذة. نذهب إلى الأسفل، من هنا من Setting نختار مانجر سيتينج، نختار مانجر سيتينج، لاحظوا الكونتري هنا، كونتري ريجيون هي يونايتد كينغدوم او بريطانيا. هذه بريطانيا، هذه يونايتد كينغدوم. هي الولايات المتحدة او بريطانيا او المملكة المتحدة البريطانية. طيب لو نذهب إلى المدفوعات، نرجع خطوة إلى البيمو، الحساب بماذا مربوط؟ لاحظوا مانجر بيمونت، كما تشاهدون الحساب مربوط مع بنك وبنك بايونير. لا تنقر الإيديت، هو بنك بايونير، هنا اسم فقط. يمكنكم إضافة بنك من هنا، سوف نشرح هذا كيف نقوم بإضافة بنك على أدسنس، بنك بايونير الأدسنس بالنقر. هنا سوف نشرح هذا في الحلقة القادمة أو في الفيديو الذي يلي هذا الفيديو. هذا فقط شرح لأهم أهم ما يوجد في هو موقع، هو أدسنس مثل باقي الأدسنس. لاحظوا هو مربوط بدومين نيم، هذا الدومين نيم يقول لك بأن the number of ads you can show has been limited. For detail go to the policy center. لما نذهب إلى policy center invalid traffic concern
يعني مشكل انفاليد ترافيك. الموقع تم توقيف الاعلانات بسبب انفاليد ترافيك او بسبب الزيارات الغير شرعية. كيف نقوم بحل هذا المشكل؟ سوف نأتي بزيارات حقيقية ويتم حل المشكل بإذن الله. هذا هو بنك أو هذا هو أدسنس بريطاني. لا يوجد فرق بينه وبين أدسنس جزائري أو أدسنس مغربي أو أي أدسنس آخر، فقط في طريقة الدفع. هذا يقوم بالدفع لبايونر أما الجزائري أو المغربي فيجب أن يدفع، يمكن أن يدفع فقط لبنك من نفس البلد. مثلا أدسنس جزائري يدفع إلى أدسنس جزائري في الجزائر ولا يدفع خارج الجزائر. انتظرونا في الدرس القادم، سوف نشرح لكم كيف يتربط أدسنس ب بايونير خطوة بخطوة. يا ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.